كشفوا يعني اكتشاف عظيم، احد بيوت منطقه جابر الاحمد ما في عمود تحت او الخرسه، وشنو الشيء الجديد؟ مو سنه كامله من هالمكان اقول معالي الوزير الله يطول بعمرك يا وزير، الله يخليك يا وزير، الالوان الصيانه في خطا، ممكن الشركه غلطت، اكيد ولا حد يدري، ولا انتشر فيديو عمود طوفه، ما في عمود. هني تدخل المحامي خالد الويسري بين احد المسؤولين في الرعايه السكنيه وراعي البيت. شوفوا التقرير راح يكون عندنا مداخله. عطني التقرير. شوفوا هذه بيوت جابر الاحمد، انا كسرت علشان اسوي توسعه. ايوه قلت العمود طالع. شوفوا العمود، شوفوا فاصل مو حاطين فيه سميت، فاصل بين السناج ورقبه العمود، ايه حاطين رمل عادي، وشوفوا شلون مصدي، وهذا البيت توني مستلمه، يعني البيت ما صار لي شهر مستلمه، يعني هذا لو انا مو مكسر وبوسع مو شافوش كان هذا ما شفته، يمكن حتى بعد سنتين ثلاث سنين يطيح عليك البيت. تاكل البرومه. وشوف ها مو بس هذا واحد ثاني بعد، هذا عمود، وهذا شوفوا هذا عمود ثاني، شوفوا يا وزارة الإسكان، شوفوا المقاول اللي ماسك المشروع، شوف ها هذا عمود ثاني نفس الطريقة، اسمنت من تحت واسمنت من فوق وبالنص فاضي رمل، شوف ومصدي، هذا ما حد يشوفه إلا لما يحفر، أنا حفرت كسرت السور يلا بين. هذا يرضيكم، هذا بيوت جابر الأحمد، ها شوفوا هذا بيوت جابر الأحمد كاهي، ها شوفوا هذا بيوت جابر الأحمد، آخر مسخرة. هذا المهندس خلف المنديل، اخونا صاحب المنزل، اخونا خالد الخميس. ها مرتاح خالد؟ الحمد لله، جزاها الله خير، رايتها بيضه ويها بيضه ان شاء الله. بارك الله طيبه الخاطر. والله من الناحيه الفنيه هذه البيوت كلها اللي انبنت على هذا الوضع ما تقعد 10 سنين وياخذون قرض للترميم، هذه اذا قعدت 10 سنين. اعزائي عندي مداخلة مع أخوي وحبيب قلبي المحامي خالد الجويسري. مساك الله بالخير أخي خالد. هلا بالغالي، شلونك؟ الجروح عاد أنا صدت هالفيديو وأنا بجاستي، قلت خرب علينا الموضوع خالد. أنت فتى بيطك النار، ما بيعمل، أنت شايف أمل؟ والله إن شاء الله في أمل، نقول إن شاء الله في أمل. زين خالد، يعني خالد أنا يا بولد يا بعد قلبي، يعني بيوت جديدة صار لي فترة سنة وأقول هناك خلل في هذه البيوت. نعم. ومثل هالخلل مو يستجوب لجنة تحقيق مع المقاول وتحقيق مع المهندسين. نعم. فاجأة كبيرة، يمكن المنازل كلها ما ندري عن الأعمدة الرئيسية في البيوت، فالموضوع مش سهل. فأنت شو اللي خلاك الفكرة بين راعي البيت وأحد المسؤولين في الرعاية السكنية؟ والله أنا بداية شفت الفيديو بالإنستغرام وعلق. أنا متكفل بحل مشكلة هذا الرجل، يعني قضائيا بداية. حلو. فتفاجأت أنه أخو الرجل صديق لنا وأنا ما أدري، اتصل فيني قال لي أخوي هو صاحب المشكلة، قلت له حياه الله، كلمني شو الموضوع، دز لي الفيديو كامل شفته، صراحة شيء يندله الجميل. صحيح. فأخذت الفيديو وقمت وقلت له يبا في حلول، حل الأول قانوني، لكن أنا ما أحب لك لأنه راح يطول، وشرح لي حالته أنه رجل قروض وما قروض، مواطن كويتي عادي يعني. عادي. نعم. فقال لي أنا ما أقدر، يعني أنا الشهر يفرق معي. فقلت يعني من الأسلم والأفضل إني أحلها له بدون لا دخل القضاء، والقضاء باله طويل وإجراءاته طويلة حيل. فقمت وأرسلت هذا الفيديو إلى صديق لنا يعمل في الإسكان. فقلت له شوف هالفيديو هذا ويا ريت إذا لك علاقة مع أحد الوكلاء أحد تنزله. فقام صاحبنا والله يجزاه خير وصل المعلومة حق الوكيل المساعد، اتصل فيه الوكيل المساعد قال له أبي الشخص هذا وينه؟ قال له موجود محامية معي على الخط، قال له حولني عليه، تكلمت أنا وياه، دعانا إلى زيارته يوم الخميس أعتقد الخميس الساعة 1 الظهر كنا عنده.
تواصلت انا والرجل وتوعدنا هناك، دخلنا على الوكيل لقينا عنده طبعا مهندس المشروع المشرف على هندسة المشروع المهندس محمد البعنون. وطبعا الوكيل كان خلف المنديل، قعدنا وياهم في بداية الأمر. رجل أمانة الله وضح استياءه، وضح يعني أنه فعلا شيء تفاجأوا فيه، وأن الآن في لجان قاعد تفحص، مهندسين قاعد يفحصون الأرضيات للبيوت، وهذه مشكلة يعني ما مرت عليهم من قبل. يعني كثير من هدموا بيوتهم وحفروها ما لقوا هذه المشكلة. فما نختلف أنه ربما تكون بيت من أصل 1500 بيت، ما نختلف على هذا الأمر، إلا أن في النهاية حتى وضعوا الحلول أن الشركة هي أصلاً كافلة للمشروع لمدة 10 سنوات، فهم مجبرين بإصلاح هذا الأمر، حتى لو يعني لو تطلب الأمر هدم البيت وبناء مرة أخرى. أتمنى والله يقول كل، ترى خالد كل العقود ترى المقاولين مسؤول عن أي شيء يسوونه 10 سنوات يعني. لا، بعض العقود اللي تجي من برا يمشون على طول ما يقعدون، بس هذا مقاول كويتي فصايدين. احنا بلانا في المقاول الكويتي ترى بالمرات. نعم احنا لا ان شاء الله في مقاولين كويتيين كويسين، لكن يعني ربما الواحد ما يقدر يظلم حظه ويظلم الناس. صحيح. يقول ربما ان هذا فلت منهم هالبيت، الا ان في كثير، انا اتفق معك في كثير من المخالفات، او مو المخالفات عفوا، العيوب الموجوده وطرحت امام الهيئه كما نقل لي من المهندس خلف المنديل وتم حلها. وان شاء الله ان شاء الله احنا ملتزمين في وعد معاهم انهم يقومون بالاصلاحات لهذا المواطن. اتمنى انجاز العمل اللي هم يعني المفروض يكونون هم منجزينه من قبل، الا انهم وعدونا انهم يقومون بواجب هذا المواطن. بإذن الله. والمواطن طلع منهم جدا مبسوط وجدا مستانس. الحمد لله. ولعل وعسى ان ننتظر، الى الان ننتظر وعدهم، ان شاء الله انهم كفء لهذا الوعد ان شاء الله. واتمنى يا خالد تكون ضيفنا ان شاء الله عن قريب معنا. ان شاء الله بس كفء عن الناس شويه يعني. والله يا خالد شيء زين نقول عنه زين، وشيء شين نقول عنه شيء. اي والله. وهذا دورنا كالاعلام، ننقل الصوره الحلوه والصوره الشينه اللي حلها. يعني مثل موضوع البيوت هذا صار لي فتره اتكلم. مصالح من عمر مو اليوم ولا امس. سلمك وطول بعمرك. اعرفك على بلدك واعرف خشيتك على المواطن. الله يجزاك خير. اعرف كل الامور هذه فيك. عسى الله يبارك. طول بعمرك يا ابو وليد، ومشكور على التواصل وعلى محاولاتك الجميله، واتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك. مشكور المحامي.